اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مطبخنا بساطه سهوله مرونه. دوري في المطبخ ان انا اديك الفرصه تعملي اكلات بسيطه وسهله في متناول الجميع واقل تكلفه، ولكن القيمه الغذائيه عاليه جدا تعلو قمه الهرم الغذائي. معايا النهارده السبانخ، يعني حديد، يعني معادن، يعني علاج للانيميا. هنعملها يخنا النهارده باللحم الضاني. اللحم الضاني معايا دسامه متوسطه مع سبانخ مع بصله مع تومه، ولكن الفكر الطهو فيها ازاي السبانخ ما تبقاش مصيصه معايا واقدمها بشكل لطيف وجميل. معايا النهارده القرع العسلي. قرع العسلي من خير ارضنا، الناس بتحسدنا عليه، رايحين الريف المصري، جايين من الريف المصري، رايحين الصعيد المصري، جايين من الصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو. عايز اعمله النهارده عصيده بجوز الهند، واجمع ما بين جوز الهند والقرع العسلي مع شويه سكر او عسل، ونعمل طبق لذيذ قيمته الغذائيه عاليه جدا. لسان العصفور له نصيب معانا النهارده، هنعمله طاجن بالطماطم ويكون سبايسي شويه، لان الاولاد ساعات بيحبوا الطواجن اللطيفه اللي بتكون سبايسي. ولكن ازاي اعمل طاجن لسان عصفور بدون مكسبات طعم؟ سيبك من الحاجات اللي بتشتريها ما انتش عارفه ايه مصدرها، خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشره زي امهاتنا زمان واكله ام البركه كلها. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، والفكر الطهو هنا يعلو قمه الهرم، ولكن بقيمه غذائيه عاليه جدا وبتكلفه قليله جدا. هطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مع التفاصيل الصغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يعني ايه المعنى كبير والطعم جديد يا مغازي؟ يعني التفاصيل الصغيره في الاكله ممكن تركايه زي طشه الكزبره الخضراء مع يخنه السبانخ بتودينا في مكان تاني بجد بجد. يعني الطشه مش في الملوخيه وبس، الطشه مش في الفته وبس، لا كمان مع يخنه السبانخ هنعمل لها طشه لطيفه وجميله مع بعض. يخنه السبانخ باللحم الضاني، المقادير على الشاشه. كمية اللحمة حسب عدد أفراد الأسرة، ممكن نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، مفيش أي مشكلة. معانا سبانخ، معانا بصلة حلوة، تومة حلوة، مكعبين من الزبدة، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل والبهارات العادية، ممكن البهارات كوبيبة صيني، عندك شوية قرفة حلوين. معانا كمان اللطافة النهاردة، الطشة بتاعت السبانخ هتبقى كزبرة خضراء مع تومة مع عصرة ليمون. إمتى هنضيفها ليخنة السبانخ؟ الكلام ده هنشوفه في التفاصيل. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل يخنة السبانخ باللحم الضاني. طاس على النار شديدة الحرارة. شفنا المقادير مع بعض في متناول الجميع. معلقة سمنة حلوة كده. ونمسك اللحمة دي نشوحها. وانت بتشوحيها بتحط عليها البهارات الحلوة. وهقول لك على طريقة دلوقتي تخلي اللحمة تستوي معاك بسرعة. حذاري انك تضيفي معجون طماطم او طماطم للحم جوه وبيستوي. خد المعلومة دي مني وادعي لي. كلنا بنقول يا مغازي ليه اللحمة ما بتستويش معايا بسرعة. الطريقة الغلط اللي احنا بنتبعها في تسوية اللحمة ان احنا لما بنحطها على النار بنحط لها معجون طماطم او طماطم. بتعمل الطماطم او معجون الطماطم بيقفل المسام بتاعة اللحمة علشان كده ما بتستويش معاك بسرعة. فطالما حطيتيها على النار بتديها التشويحة وتحط لها المية، بتكون بتغلى على النار عشان نكسب من وقتنا، وفي الآخر بتسيبها تستوي هتطلع معاك بسرعة لطيفة. ولما أنا بقول اللحمة تاخد صدمة نارية على النار علشان نحافظ على الجوسي وعلى الطعم اللي موجود في اللحمة. السمنة هنا اتقدحت معايا زي الفل، حلو قوي. هعمل إيه يا عم الشيف؟ من غير أي توابل أخد اللحمة كده أحمرها، من غير أي بهارات خالص، زي الفل، كأني بشويها من غير توابل. خلي بالك، الموضوع هنا مختلف. الله على ريحه الضاني في قلب الطاسه ده، هو ده. الله على الريحه الحلوه. عايزه تشم ريحه اللحمه اذا حلوه ولا مش حلوه، وتشوف الجزار غشك ولا ما غشكيش، وتدعي له دعوه حلوه. ما تحطيش توابل كتيره للحمه وحطيها على نار شديده، هتطلع لك وتتكلم عن شخصيتها. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نقلب اللحمة دي. عكس اللحم المشوي على الفحم. الله الله الله، هو ده. شفت التشويحة دي؟
شفت التقليبة دي؟ اللحمة لونها اتغير؟ ما تتخضيش، أنا عايز ده. مش هنزل أي توابل دلوقتي خالص إلا لما اللحمة كلها كده لونها يتغير. الصدمة النارية للحمة اللي بتشويها أو الكبدة اللي بتحمريها أو الفراخ اللي بتشويها، فايدتها إيه لما تنزل على طاسة جديدة؟ بتحافظ على الجوسي وعلى السوائل اللي موجودة في قطعة اللحم، سواء فراخ أو لحمة، عشان نستطعمها. الله، حلو قوي. نبدأ ننزل بالبصلة الناعمة، دي مدرسة الطبخ، خلي بالك. ننزل بالبصلية الناعمة، تبدأ مية البصل اللحمة تشربها، ننزل بتوم مفروم ناعم، تبدأ اللحمة تشرب طعم التوم. قيمة غذائية، توم يعني درنيات، بصل يعني درنيات، يعني مفيد جدا لعلاج الكوليسترول ومريض الضغط. ما سمعناش حد قال من دكاترة التغذية أو العلم قال وأبحاثه قالت إن البصل والتوم لهم أضرار. سبحان الله، أي حاجة بتطلع من الأرض درنيات لها فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى، زي الجنزبيل، زي التوم، زي البصل. كلهم في قلب الحلة كده مع اللحمة بتاعتنا الجميلة. نبدأ نحط عليها البهارات، وخلي بهاراتك قليلة طالما اللحمة طازة، ولكن أساسي الفلفل الأسود مع الضاني، حكاية. ولادك مش عايزين يرشموا ريحة الضاني، حط شوية قرفة ناعمين بتشيل الزفارة بتاعة الضاني. دي كزبرة ناشفة، شوية قرنفل، الله على القرنفل والحبهان في سلق اللحمة، سنة بابريكا اللي الشيف المغازي بيحبها، ونقلب. اللحمة خدت طعم، ما تحطيش ملح خالص دلوقتي، الملح بيتحط في المرحلة الأخيرة من السوى عشان تعملي عملية توازن ما بين تسوية اللحمة ونسبة الملح اللي موجودة فيها. نبدأ نحط الماء المغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، إيه الحلاوة دي يعني. وسيبي اللحمة تستوي، شوفي إيه اللي وراكي في المطبخ تاني، هي دي الشطارة، اكسبي وقتك. نصيحة مني، فرن جاهز مولعاه في حاجة، هتعملي تورتاية، هتعملي أي حاجة، طالما ولعت الفرن حطي أكتر من حاجة ممكن تسويها، أو حاجة مش هتستخدميها النهاردة مثلا، حبيتين بتنجان والفرن مولع، تعملهم بكرة بابا غنوج، تعملهم متبل مثلا، شوية بطاطس تشويهم، تعملهم بكرة بطاطا بوريه أو بطاطا بالكزبرة، وهكذا. قرعية عندك، قرع عسلي لطيف وجميل، حطيه في الفرن يتشوي معاكي. بصل مشوي، الله، بصل المشوي ده لما تقشريه كده وتاكليه مع معلية عسل، بصل وعسل من الأكلات اللي القيمة الغذائية العالية جدا. حلو؟ هنسيب الحلة دي على النار تغلي يا عم الشيف، ونشوف إيه اللي ورانا بعد كده، ولازم نغطيها كويس. كده اتعلمنا ازاي نسلق اللحم لما نيجي نعمل يخنه، سواء يخنه السبانخ او يخنه الخبيزه، يخنه البطاطس، وهكذا. السبانخ معانا جاهزه، نبص عليها بصه كده من خير ارضنا. تشتري السبانخ تكون سبانخ ورقيه. دايما الشيف المغازي مدرسته بتقول ايه؟ غسيل الخضروات قبل التقطيع مش بعد التقطيع. يعني السبانخ جبتيها تغسليها وهي لسه ورقيه، بعد كده عايزه تغسليها تغسليها وهي سليمه. قطعتيها ما تجيبيش جنبها ميه، بتعملي خس، بتعملي جرجير، بتعملي سلطات فيها ورقيات زي الخس او الجرجير، ما يتغسلش خالص بعد التقطيع، يتغسل قبل التقطيع. هناخد السبانخ نقطعها مع بعض، وانا حابب ان احنا نقطعها قطع كبيره علشان شخصيتها تبان مع اللحمه. الورقيات زي السبانخ زي الخبيزه لما بتشم النار بتهبط. حلو الكلام؟ الشويه اللي انتوا شايفينهم دولت اول ما يشموا النار مش هتلاقيهم. الله على السبانخ، بتتكلم مصري من خير ارضنا اهي. عينيا. زي الفل. هنشيل ده من هنا، نوسع لنفسينا شويه عشان مخرجنا يرضى علينا. جوز الهند، سميته ناعمه، نخليهم على جنب كده. معانا السبانخ بالسكينه. ازاي الخضروات الورقيه تتغسل يا عم الشيف؟ وتحطيها في كاسرولة فيها ماء كتير، يعني مليانة مية،
وتسيبيها مره واثنين وثلاثه عشان تتخلصي من الاتربه. دايما الخضروات الورقيه بيبقى فيها اتربه نتيجه العوامل الجويه، نتيجه تعرضها للعوامل الجويه، الهواء والاتربه، وده الطبيعي الارض الزراعيه. عشان نغسلها صح، كرومبايه تحشيها خس، جرجير، سبانخ، خبيزه، بتحطيها في ميه مره واثنين وثلاثه لغايه لما تلاقي الميه لونها حلو. هناخد السبانخ دي كده عينية اهو، نشيل دي من هنا خالص. مخرجنا عايز يجيب الصورة الحلوة. كلنا نعمل ونجتهد، فريق العمل، لإرضاء حضراتكم عشان نشوف صورة حلوة. ادي السبانخ اهوت بالشكل ده كده. اللحم بيستوي على النار. امتى هننزل بالسبانخ يا شيف؟ مش دلوقتي خالص اهو. حلو قوي، يسلم ايديك. شويه سبانخ على فكره، بما ان السبانخ بين ايديا، السبانخ لو طازه بالشكل ده ممكن ناكلها نيه. عصره ليمون، زيت زيتون، تفركها جامد مع معلقه سماء، اكلت سلطه سبانخ زي الاجانب. المطبخ الغربي دايما بياكل السبانخ نيه. حلو. تاني قول الطريقه دي يا عم الشيف. السبانخ زي ما هي كده، عصره ليمون، شويه سماء، شوية زيت زيتون، فص توم ني، سلطة السبانخ اللطيفة الجميلة. خلي بالك اللي بقوله ده في أي مطبخ غربي دايما بيقدموها. ممكن تقدمي معاها شوية عين جمل، شوية لوز، حسب الرغبة. حلو الكلام. خلصنا من السبانخ على النار، نخش على اللي بعده. عايز اشوف الهبر. اوعي تغلطي، والمعلقة اللي بتقلبي بيها السميد تحطيها في اللحم. خلي بالك. نقلب كده السميدة، استنى عليها لغايه لما تاخد الشماخه وتتحمر في السمنه البلدي. تقليبه. الله الله على الريحه الحلوه، ريحه السمنه مع السميد بتفكرني بالبسبوسه. اخبار اللحم ايه؟ نبص عليها مع بعض. الله، يلا نملحها بقى. الله، زي الفل. نظبط الملح بتاعنا عشان ننزل بالسبانخ ونقلب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ننزل بالسبانخ. يلا السبانخ، لحظه الحسم. سبانخ ورقيه مع اللحم الضاني، مش هقلبها انا، انا هحطها كلها مع بعضيها واغطي الحله. خلي بالك انت هتشوفي شكل الحله تتخضي، تقولي يعني فين الشيف كان كبر الحله شويه، هيخسر حاجه؟ اصبري على رزقك يا ست الكل، اصبر على رزقك يا باشا. كل اللي انا اعمله دلوقتي هغطيها لمده دقائق معدوده، وهنشوفها بعد كده راحت فين السبانخ. يلا بينا، يلا بينا. هو ده. وتعالوا نبص على السبانخ مع بعض. الشكل طبعا كده ايه، لطيف. ها بص على السبانخ بقى وشقاوه السبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش هتبان من اللحم، راحت السبانخ. شفت ازاي؟ الخضروات الورقيه بالذات، سبانخ، جرجيل، رجله، خس، خبيزه. الله، سيبها على النار. شفت الخضار والحلاوه؟ يلا يا نعم. الله عليك. شفت حته اللحمه الضاني؟ بص الضاني، انا عارف طلع لك اتنين عيني. شفت اللحمه؟ شفت الحته اللي الدهن؟ الله الحلاوه، ايه الجمال ده مع سبانخ. القيمه الغذائيه موجوده هنا. ممكن على فكره تحط شويه عدس او شويه رز، عدس اصفر او شويه رز، اختياري يعني. بس انا بصراحه مش عايز لا عدس ولا رز. ليه بقى؟ انا عايز السبانخ كده تبقى شخصيتها قويه في قلب اللحمه. سيبها على النار. تعالوا مع بعض نجيب طاسه حلوه كده عشان عايز اعمل الطشه. ايه هي الطشه يا عم الشيف؟ طشه السبانخ بالكزبره الخضراء، واحنا مع بعض كده واحده واحده. فين النار؟ ادي النار. حلو. ايه الاخبار؟ تمام. هنحط معلقه سمنه. طشه للسبانخ بالكزبره الناشفه والكزبره الخضراء الاثنين مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. نخليها كده على جنب خلاص. تعالوا نشتغل هنا. تعالوا نشوف مع بعض نعمل الطشه ازاي والسبانخ بتاعتنا على النار. السمنه معانا، فين الثوم؟ ادي الثوم. كزبره خضراء وكزبره ناشفه، كانك بتعملي طشه للملوخيه بس من غير كزبره خضراء. ادي الثوم. كزبره ناشفه. عينيا ونقلب. شفت الحلاوه دي؟ لسه ما خلصتش. اشم ريحه الكزبره مع التومه والسمنه البلدي. انزل بالكزبره الخضراء بتاعتي الحلوه. الله، شفت بقى التركايه دي بقى؟ لسه ما خلصتش. اصبري على رزقك يا شرباطه. هعلمك ازاي تعملي يخنه السبانخ محدش عملها زيك. ممكن تكون ماما او حماتك عشان هي قاعده جنبك دلوقتي، هتقول لك انا بعملها احسن من الشيف. قولي لها طبعا يا حماتي، انت ايدك تتلف في حرير يا حماتي. اوعي تقولي لا، خلي بالك، خلي اليوم يعدي. هناخد الشوربه الحلوه دي مع بعض كده. اللهم صل على النبي. شويه شوربه. شوف هعمل ايه دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. هو ده. ونرجع دي تاني للحلة. الله الله على الريحة. يلا بينا. هو ده. ألف أنا وشفا للي ياكل. أنا بعشق السبانخ. الله. لا الموضوع يفرق هنا. تاكل حتة اللحمة ولا تاكل السبانخ ولا تشرب شوية شوربة. ده عايز إيه يا عم الشيف للأمانة؟ دي ما تعدينيش طبعًا، خلي بالكم. محتاجة شوية رز أبيض. رز ابيض معمول بالزيت وورقتين لورا وفصين حبهان. موجود معانا في الاستوديو؟ موجود معانا. عدله شويه رز ابيض والف انا وشفا. انا كنت زمان اكلها دي، احطها على الرز واعملها كده واقلبها مع بعضيها واكل. معانا الرز الابيض معانا. اللهم صل على النبي. يخنه السبانخ نحطها هنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ يلا بينا. جاهزه؟ جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يخنة السبانخ بالطشة. اللهم صل على النبي. ألف هنا وشفا. نروق الدنيا. إيه السرعة دي يا عم الشيف؟ يعني أنا لو دخلت المطبخ زي حضرتك كده يا عم الشيف في التايم بتاعنا ساعة إلا ربع تقريباً، صح يا مخرجنا؟ هقدر أعمل الأكل ده؟ أنا معاك أهو. في شوية تحضيرات ما ننكرش، بصل متقطع، ثوم متقشر، وأنت ممكن تعملي الحاجات دي في البيت. ايه اللي يمنعك؟ بدل ما نقعد على التليفون، هتجيبي التوم تقشريه وتضربيه في الكبه وتحطيه في مكعبات التلج وتخزنيه، او في كيس نايلون وتخزنيه كده. خزنت التوم تستخدميه وقت ما انت حابه. بصلتين هتقشريهم وتفرمهم بالكبه. دلوقتي في كبه تفرم لك البصله في اقل من ثانيه. حلو الكلام؟ زي الفل. تمام. التحضيرات دي مطلوبة، التجهيزات دي مطلوبة. ما يمنعش ان احنا نعصر عصرة ليمون على السبانخ. خلي بالك، ما ينفعش ان انا اعصر ليمون على السبانخ وهي في النار. ليه يا عم الشيف؟ عشان فيتامين سي والحديد الاتنين مع بعض. لا، ممكن بعد ما تطلع من النار، ويا سلام لو بردت شوية. خلي بالك من الحاجات اللي بقولها دي، مفيدة جدا. خلي بالك، عصرة الليمون على السبانخ وهي سخنة بيخليها تسود. مطبخنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. التكلفة المالية لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ثلاثة تعريفة يعني. شوية سبانخ، حتة لحمة ضاني، ممكن تجيبه نص كيلو ربع كيلو، مفيش مشكلة. معانا عملنا يخنة السبانخ باللحم الضاني، عملنا طاجن لسان عصفور بيتكلم مصري، عملنا القرع العسلي بطريقة جديدة، عملناه طبعا عصيدة بشكل لطيف وجميل، قيمتها الغذائية عالية جدا، بنهديها للأطفال عشان داخلين على المدارس ونجهزهم ونحضرهم. ولكن الأهم من ده كله، تخش مطبخك وانت عندك طاقة إيجابية. لما بقول مفاتيح السعادة الزوجية هي المطبخ، الكلام له معنى كبير وتفاصيل كتيرة ومعنى كبير، علشان تقدر توصلي لهدفك. أولادك وأسرتك وجوزك يقول لك تسلم إيدك يا ماما. بساطة، سهولة، مرونة. بنتابع برنامجنا أكلة أمي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.